ولإثراء الحديث أكثر معنا عبر الهاتف الآن من رام الله دكتور محمد نعيم فرحات الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا بك دكتور محمد. يعني لا صوت يعلو فوق صوت الحق وصوت الفلسطينيين يعلو فوق صوت رصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي أصاب الفلسطينيين اليوم. كيف ترى هذا اليوم في يوم الجمعة وما حدث من قبل انتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق الأربعة شهداء الفلسطينيين؟ نعم، مساء الخير. وفي الحقيقة يعني هذا اليوم يشبه أيام أخرى في تاريخ الشعب الفلسطيني على مدار 60 عاما وأكثر. لم يمر يوم منذ عشرات السنوات وعشرات العقود دون أن يكون هناك شهداء فلسطينيين وجرحى فلسطينيين ومعتقلين وأسرى فلسطينيين. ورمزية اليوم ترتبط ب أو مشهد اليوم يرتبط برمزية القدس، وهذا ما يعطيه أو ما يعطي الشهادة والعمل والانفعال والنضال الوجودي الذي يقوم به الشعب الفلسطيني بعدا مهما، وهو كان حاضرا بكل الأحوال. ولكن يعني قرار ترامب أدى إلى وضع القدس بكافة رمزياتها وأبعادها ومعانيها التاريخية والسماوية في واجهة المشهد. ما جرى اليوم هو امتداد لما تراكمات طويلة يعني في تاريخ عمل الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وضد القرارات وثقافة وممارسات وحلفاء الاحتلال أيضا. والمسألة يعني أنا لا أعتقد أن من المناسب أن نحاول جمع المؤشرات أو محاولة حشر الوضع القائم باتجاه إعطائه صبغة معينة، فإذا كان خبة أو إذا كان انتفاضة، لأنه هو امتداد طبيعي لشعب ليس لديه خيار آخر أمام الممارسات والسياسات المتبعة. دكتور محمد، البعض كان يرى بأن قضية حل الدولتين كانت تقبر على يد الاحتلال، ولكن الآن البعض يرى بأن قضية حل الدولتين بعد هذا القرار الأخير قبرت على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسب رأي بعض المحللين السياسيين. ويعني لعذر سبيل وليس لمراقب أو متابع أو مهتم أو معني، لعدم سبيل في قراءة المعطيات التي ترتبط بالتسوية السلمية التي كانت تقوم على فرضية حل الدولتين. هذه الفرضية جرت الإطاحة بها واغتيالها منذ زمن بعيد، وقد جرى ذلك على يد إسرائيل، وحاليا يطلق عليها ترامب عبر قراره الأخير يطلق عليها النار ويرديها قتيلة. العودة للتمسك بذلك مثلا على غرار الموقف الأوروبي هو على اعتبار أن هذه الفكرة يعني يمكن ضخ أو عمل ديناميكية سياسية شديدة لإحيائها. أظن أن في هناك أمرا مهما يتعين مراقبته، وهو حصل منذ خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة، وقد جرى تكرار هذا الموقف 3 مرات على الأقل، حيث أعلن بوضوح عن أن حل الدولتين قد قضى نحبه، ودولة الأبارتهايد غير ممكنة ومرفوضة، وأن الحل الممكن الذي يمكن أو بالأحرى الحل الباقي الذي يمكن العمل أو مقاربته وحل دولة لكل مواطنيها. هذه فكرة جوهرية وأساسية في الخطاب السياسي الفلسطيني، أعتقد أن من المناسب والضروري الدفع باتجاهها أكثر فأكثر. متعقيدات حل الدولتين حتى بالنسبة للطرفين سياسيا وإيديولوجيا ونفسيا وثقافيا أعلى بكثير من تعقيدات حل دولة لكل مواطنيها، بالإضافة إلى أن هذا يعيدنا إلى مربع الطرح الفلسطيني الأول، أن الدولة لكل مواطنيها هي مسألة طرحت في البدايات الأولى لحركة المقاومة الفلسطينية. نعم، إذن لابد على الجميع دكتور محمد أن يتحمل هذه المسؤولية التاريخية والأخلاقية تجاه فلسطين. نشكر دكتور محمد نعيم فرحات الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.